الإله عبادا في الأرض ساحوا فطر النفوس على الهدى عبر المدى إبليس عاد فسادا وقلب راحوا أنبياء ورسل قالوا بالحق أتينا بعثا لنفرج للخير مجال وتضاء عقول الأحياء كذب الأقوام وضلوا طال صبر الأنبياء والرحمة في الأرض تقل فتبادر بالغضب سماء بسم الله الرحمن الرحيم. وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. صدق الله العظيم. أصحاب الأيكة هم قوم نبي الله شعيب عليه السلام ومساكنهم مدين الواقعة في الجزء الشمالي الغربي من شبه الجزيرة العربية، وكانوا يعملون بالتجارة ورعي الأغنام. وقد نسبهم القرآن الكريم إلى الأيكة، وهي نوع من الأشجار الغضة الملتفة الكثيفة التي تكثر في مساكنهم. وقيل أنهم ابتعدوا عن عبادة الله وعبدوا تلك الأشجار، ولهذا السبب نسبهم القرآن الكريم إليها. فأرسل الله تعالى إليهم نبيه شعيب عليه السلام كي يدعوهم إلى عبادة الله وحده ونبذ ما يعبدون سواه، ودعوتهم إلى الحياة بشكل شريف وترك عاداتهم السيئة التي انتشرت فيما بينهم. أرجوك يا سيدي، أنت تسير منذ أعوام وتحوم فوق جبال هذه القرية وتراقب هؤلاء القوم، وأنا يا سيدي لا أستطيع أن أجاريك في لياقتك وقوتك. هل تتوقف للحظات؟ أيها الصغير دائم الشكوى، كف عن النحيب وواصل العمل. عمل؟ أي عمل هذا يا سيدي؟ هذا العمل ما نقوم به الآن، هذا ما يطلق عليه بنو آدم تفقد أحوال الرعية. لقد أصبت بالدوار ولا أستطيع فهم أي شيء. ماذا تقصد يا سيدي؟ كيف تكون راعيا لأعدائك؟ الأمر بسيط أيها الشيطان الصغير، فأنا لا أرعى هؤلاء البشر، أنا فقط أتابع ما ينغمسون فيه من رذيلة وذنب لأحرص على استمرارهم في هذا الحال، بل وأخطط لما هو أكثر من ذلك. هل فهمت؟ نعم يا سيدي قليلا. لا ليس بالتحديد. تعال إلى هنا، اقترب وانظر ودقق النظر. أين أنظر؟ لهذا الاتجاه بالتحديد. ها هو حصاد الحبوب كاملا لهذا العام أيها التاجر، 100 مكيال كامل لا ينقصون حبة واحدة. كمية لا بأس بها،
سوف تكسب الكثير من المال مقابل حصادك هذا العام. ها، سأبدأ في حسابها كي لا يظلم أحد منا الآخر. هل يرضيك هذا؟ بالطبع يا سيدي، ولما لا، هذا حقك وهذا ما تقتضيه النزاهة في البيع والشراء. تفضل. يا غلام، أحضر لي مكيال الشراء. إليك المكيال يا سيدي. ها، ما هذا؟ ألم تسمعني؟ لقد طلبت مكيال الشراء أيها الغلام. هذا هو المكيال الذي يشتري به الناس يا سيدي. ألا تفهم؟ اذهب وأحضر المكيال الكبير. هيا. عذرا، فالغلام حديث العهد بالبيع والشراء. إليك المكيال يا سيدي. ها، هذا هو مكيال الشراء. أحسنت. ما هذا أيها التاجر؟ هذا مكيال كبير جدا. أتشتري بمكيال كبير وتبيع بآخر صغير؟ أجل، وما العيب في ذلك؟ ماذا تقول؟ كيف تشتري مني بضاعتي وتزنها بمكيال ثم تبيعها بآخر؟ يجب عليك أن تزن بضاعتي بنفس المكيال الذي تبيع به. توقف عن الصياح أيها الرجل. هل جئتني لتبيع بضاعتك أم لتعلمني أصول البيع والشراء؟ هذا غش وسرقة، ولا علاقة له بالبيع والشراء ولا أصول التجارة الشريفة. التجارة الشريفة؟ اذهب أيها الرجل وابحث عن تلك التجارة الشريفة في مكان آخر خارج هذا السوق، بل خارج البلدة بأكملها. هيا اذهب قبل أن يأتي الغلمان ويلقوا ببضاعتك للطير. هيا. ويل لهذا التاجر، إنه يجهر بالسرقة والغش ويتباهى بها غير مبال. ولماذا يستحي؟ والغش في المكيال والميزان شيء اجتمع عليه جميع التجار في المدينة. إنهم حتى لا يتوانون عن قتل. يتوانون عن ماذا؟ اصمت. أخبرني يا سيدي، أخبرني، فضولي يقتلني، أريد أن أعرف. لا يتوانون عن ماذا؟ لا يتوانون عن قتل بعضهم بعضا. هل أرضيت فضولك الآن؟ أنا سيتوجب علي أن أقتلك أنا بدلا منه. أرضيت جزءا بسيطا من فضولي يا سيدي. وماذا يريد أن يعلم الجزء الباقي من فضولك أيها الفضولي؟ يريد أن يعرف ماذا تراقب، وإلى أي شيء تنظر، ولماذا لم تكمل حديثك وتوقفت فجأة هكذا. قلت لك اصمت. هذه القافلة بين الجبلين. إلى أين؟ أنا متعب ولا أستطيع الطيران. سأنتظر هنا، فأنت لا تهدأ أبدا يا كبير الشياطين. استيقظوا أيها الكسالى، هناك قافلة قادمة. أسرعوا واستلوا سيوفكم والحقوا بي. هيا. هكذا يكون العمل. أنتم توقفوا. من أنتم وماذا تريدون منا؟ اتركونا نمر في سلام. ليس هناك أي داع للقلق يا قائد القافلة، ستمرون بسلام بعد أن تؤدوا ضريبة مرور القافلة من أرضنا. ضريبة مرور؟ أنا أعمل بالتجارة منذ عقود طويلة، وجبت جميع صحاري تلك المنطقة، ولم يصادفني أبدا أناس يطلبون مني أي ضريبة. تلك أرضنا ونحن من نضع قوانينها. كفى جدالا ولا تهدر وقتنا، إما المال أو أرواحكم جميعا.
وستكون القافلة بأكملها ملكا لنا. لا لا أرجوك يا سيدي، إليك نصف ما نحمل من أموال، ودعونا نمر في سلام. نصف أموالهم فقط، ولماذا لا نأخذ المال كله أيها الزعيم؟ حسنا حسنا، إن روح الإنسان أيها القائد تساوي الكثير، لا يعوضها شيء أبدا، ونحن أناس لا نستهين بأرواح البشر، بل على العكس تماما، أرواح البشر غالية وغالية جدا، أتتفق معي؟ أجل يا سيدي. إذن افتدوا أرواحكم بجميع أموالكم تقديرا لأرواحكم الغالية.